ومن هذا المنبر أنا كذلك نترحم مع التلميذ هذاك اللي توفى في بوعنداس اللي طاح عليه حائط. يعني مهما كانت الظروف اللي صارت فيها أنا نعتبرها هي مشكل تاع عدم تكفل، ويعود لنا المسؤولية تعود لنا كسلطات عمومية. احنا عندنا 19,000 مدرسة ابتدائية، وحنا تكلمنا في مواقف كثيرة وكثيرة، قلنا كاين برنامج اللي عددناه لإعادة تهيئة هذه المدارس على 3 سنوات 2018 2019 و2020. لحد الآن من 19,000 مدرسة تم تهيئة أو تقريبا 10,000 مدرسة، وما زلنا 2020 باش نزيدو نكملوا واش بقى. إذا ما زلت لنا 9,000 مدرسة لمازال ربما ما قصتهاش للتهيئة.